أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد بدروس تعلم اللغة الألمانية. اليوم راح أحكي عن المقطع الرابع من حروف الجر والأماكن اللي دائما بيجوا مرتبطين سوا. سبق طبعا وحكيت بالثلاث دروس الماضيين عن ست أماكن بكل درس. إذا كنتوا لسه ما شفتوهم فيكم ترجعوا تشوفون، راح تلاقوا الروابط تبع الدروس عم تطلع هلأ فوق الفيديو. خلونا نبلش. أول كلمة أو مكان معناها لليوم هو Die Ausländer Behörde. Die Ausländer Behörde معناتها شرطة الأجانب. طبعا هذا المكان اللي الواحد أول ما بيجي بيقدر بياخد منه إقامة، بيجدد إقامته فيه وهكذا. فإذا أنا بدي أقول أنا رايح على شرطة الأجانب قول Ich gehe zur Ausländer Behörde. Ich gehe zur Ausländer Behörde. إذا بدي أقول أني أنا بشرطة الأجانب أو عند شرطة الأجانب قول Ich bin in der Ausländerbehörde أو bei der Ausländerbehörde. أما أنه أنا جاية منه فبقول von der أو aus der، يعني بيمشي حال التنتين. كلمة تانية هي Das Stadion. Das Stadion بيجي بمعنى ملعب. فالجملة إذا كانت أنه أنا بدي روح على الملعب بقول Ich gehe ins Stadion. أنا بالملعب Ich bin im Stadion. وأنا جاي من الملعب يعني Ich komme aus dem أو vom Stadion. طيب الكلمة الثالثة هي Das Museum يعني المتحف. Das Museum بقول Ich gehe ins Museum يعني أنا رايح على المتحف. Ich bin im Museum و Ich komme vom أو aus dem Museum. Die Bäckerei. دي بيكاغاي هو مكان مثل ما نحن بنقوله مثلا الفرن أو المخبز. فإذا بدي أقول أنا رايح على الفرن أو على البيكاغاي بقول Ich gehe zur Bäckerei. أنا بالبيكاغاي Ich bin in der Bäckerei و Ich komme von der أو aus der Bäckerei. كمان von der أو aus der اثنيناتهم صحيحين. Der Strand. Der Strand يعني الشط، شط البحر. فإذا بدي أقول أنا رايح على الشط بقول Ich gehe an den Strand. أنا على الشط يعني Ich bin am Strand وأنا جاي من الشط Ich komme vom Strand. إذن an den, am وvom. أما المكان الأخير معنا هذا اليوم هو Das Kino. Das Kino يعني السينما. أنا رايح على السينما بقول Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino. أنا بالسينما يعني Ich bin im Kino وأنا جاي من السينما يعني Ich komme vom Kino أو Ich komme aus dem Kino. انتهى درسنا لليوم، بتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. لا تنسوا الضغط على اللايك إذا كان الفيديو عجبكم، وكمان إذا لسه مو عاملين اشتراك بقناتي على اليوتيوب لا تنسوا تعملوا فيها اشتراك مشان يوصلكم كل فيديو جديد، وتفعلوا زر الجرس. ولا تنسوا تعملوا لايك لصفحتي على الفيسبوك لحتى يوصلكم فيها كل شيء جديد. إذا كنتوا لسه ما فايتين على الصفحة وما بتعرفوا شو هو الموقع بتلاقوه بصندوق الوصف تحت الفيديو. بتمنى لكم نهار سعيد. بيس تشوم نيكست مال. تشوس.